هو أنشد الملا وكيف بدأ رحلة نجاحه داخل دولة الإمارات؟ والله طبعا أنا جيت دبي، أنا اسمي أنشد ملا، جيت دبي 2012. فدائما أنا في مجال السيارات في آخر 20 سنة تقريبا ما شاء الله. وسبحان الله جيت دبي على أساس إجازة وحبيت البلد وجيت أقيم هنا. كنت قبلها كنت في لندن ومن مواليد لندن ومقيمين في لندن ما شاء الله. الله يسلمك. جميل. طيب خبرنا أكثر عن شركتك وعن المعارض والخدمات اللي تقدمونها. صحيح، سليون موتورز هي طبعا عبارة عن أونلاين بلاتفورم اللي هو عبارة عن ويب سايت. أي واحد عايز يبيع سيارته ممكن يمشي على الموقع متاعنا يسجل بياناته. عندنا نحن أونلاين فاليويشن، بمعنى تحطي بياناتك بتاخذ زي 30 ثانية بيانات السيارة بتعطيك على طول ثمن اللي هو على السيارة متاعتك. منها ممكن تحجزي وتمشي على أي من الأفرع متاعتنا وتبيعي سيارتك. Sellier Motors offers a service اللي هي to buy your car in under 30 minutes، يعني تحت 30 دقيقة. طيب خبرنا أكثر عن شو تتميزون، شو الخدمات اللي تقدموها للزبائن؟ صحيح. والله شوف، واحدة من الخدمات اللي بنقدمها نحن طبعا نشتري اي سياره ود انستنت بيمنت اللي هي الدفع الفوري. فاي من كان الدفع كاش او بانك ترانسفير ممكن الواحد يعمله في اون ذا سبوت. فهي خدمه بتسهل للعميل بيع سيارته في ظرف 30 دقيقه. طيب خبرنا اكثر عن موظفينك وطريقه تعاملك معهم وطريقه تعاملهم مع الزبائن. والله شوفي، طريقة بناء الشركة يعتمد كله على الموظفين. فنحن منركز يعني ومناخذ من طول بالنا لما تيجي للتعيين، لأنه طبعا الستاف في الكمباني هم الأثاث يعني بتاع الكمباني، والشيء هذا مركزين فيه نحن. يعني من الخلفية بتاعتي كمهندس ميكانيكا في مجال الأوتوموتيف، فأول شيء بفوكس في الإدوكيشن والإكسبرينس. فالدقة في اختيار العاملين في الشركة أعتقد هذا يعني أساس نجاح الشركة. فعلاً جميل جداً. طيب شو هي مخططاتك المستقبلية أو رؤيتك المستقبلية للشركة؟ والله الحين نحن عندنا طبعاً 5 أفرع في دبي ما شاء الله، أو إن شاء الله ناويين نوسع تاني 15 فرع في الإمارات ما شاء الله، والتوسيع لجهات والدول الأخرى السعودية، الكويت، عمان، ونمشي على شمال أفريقيا إن شاء الله.
أرشد الملا، شو هي نظرتك للاستثمار داخل دولة الإمارات؟ والله أشجع وأنصح يعني أي مستثمر يجي ويجرب دولة الإمارات أو دبي. يعني ما شاء الله الدولة مؤهلة لكل المستثمرين على أساس يجوا هنا ويستثمروا فلوسهم ويحسوا بالأمن والعدالة. فأكيد بنصح للشيء هذا. جميل جدا. طيب إذا تكلمنا عن الجانب الوطني ونعمة الأمن والأمان، شو هي رسالة الشكر اللي تقدمها لشيوخنا الكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ والله الشكر والتهاني يعني فعلوه الشيوخ وحكام البلد، لأنه فعلا يعني الواحد يعني بيحس بالطمأنينة وبيحس كأنه قاعد في بلده. وزيادة عن هيك يعني البلد تسمح يعني لجميع الجنسيات، لجميع الراغبين يجوا هنا ويعيشوا بلدهم، تسمح لهم بالتطور في حياتهم. فرسالة شكر خاصة لجميع حكام الإمارات. والله طبعا كل الشكر بيرجع للأهل وللمنترز الحواليني والناس اللي كانوا حتى لو بنصيحة مرة كل فترة، فأشكرهم والناس اللي دعموني ووقفوا معي سواء كان معنويا أو من أي ناحية.